اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في جولتنا المعتاده عبر الصحف نقدمها لكم من قناتكم شوف تي في. نستهل الجوله من يوم الصباح ولشي عنوانات في الصفحه الاولى. هكذا اقيل مدير المخابرات العامه وفي التفاصيل اقال عبد اللطيف الحموشي مدير المديريه العامه للامن الوطني ومديريه مراقبه التراب الوطني مسؤولين امنيين رفيع المستوى اول امسنا الاثنين، واعفاهما من مزاوله مهامهما، ويتعلق الامر بمدير المديريه الاستعلامات العامه ورئيس المنطقه الامنيه لمطار محمد الخامس. باقي التفاصيل تقرؤونها بيوم الصباح. 5 ملايين طن من النفايات الإيطالية كانت في طريقها إلى المغرب، عنوان اخترناه لكم من يوم أخبار اليوم. وفي التفاصيل كشفت مصادر مطلعة في إيطاليا لأخبار اليوم أن 2500 طن من النفايات الإيطالية التي وصلت إلى المغرب مجرد شحنة أولى من حوالي 5 ملايين طن من النفايات كان مقرر أن يتم استيرادها خلال 3 سنوات المقبلة. فقد تفاصيل تقرؤونها بيوم أخبار اليوم. وننتقل إلى يوم المساء والتي عنونت فرقاطة حربية تركية ترسو بميناء البيضاء وتشعل حربا باردة مع الجزائر. وفي التفاصيل أثار وصول فرقاطة تركية إلى ميناء الدار البيضاء أول أمس الاثنين بالموازاة مع إعلان حلف شمال الأطلسي الناتو مخاوف السلطات الجزائرية. باقي التفاصيل تقرؤونها بيوم المساء. ونختم الجولة من يوم الأحداث المغربية والتي عنونت سرقة شرطي بطنجة. وفي التفاصيل تعرض شرطي برتبة حارس أمن للسرقة حين كان يمر بأحد أحياء منطقة بني مقادة ليلة أول أمس بعدما اعترض سبيله 3 أشخاص وسلبوا منه 3 هواتف نقالة كانت بحوزته. باقي التفاصيل تقرؤونها بيوم الأحداث المغربية. إلى هنا نصل مشاهدينا إلى ختام جولتنا عبر الصحف، إلى اللقاء.